كل ده احنا عايزينك تقراني انا ومروه دلوقتي، شوف تبتدي بمين بقى، انا ولا مروه؟ وبكل صراحه يعني اللي شايفه حقيقي قوله لنا. طيب الاول انا سالت يعني على الهوا ولا بره الهوا؟ لا على الهوا طبعا، وعلى الهوا طبعا على الهوا. ده بياكد قد ايه انت عندك ثقه عاليه بالنفس. الثقه العاليه بالنفس اللي هو انا اي حاجه اقدر اعملها او كده، ده اللي ده بالنسبه لي انا. يس حضرتك عندك جبهتك عريضه بالنسبه لارتفاع وشك، فدي الثقه العاليه بالنفس اللي بيترتب عليها بالنسبه لاختيار ميال العمل. يعني انه يعني دايما بتبقي بتفضلي تبقي في مكان فيه قياده، تحدي، اي حاجه جديده عليا انا اقدر اخوض فيها واقدر اكملها وبتاع. فلو في عندي مهمه، برنامج جديد محدش عمله قبل كده او حاجه زي كده، لا مروه هتكون اختيار مناسب جدا. هي تعرف تخش في الحاجات اللي محدش. طب بصي تسويق على الهواء يعني انا مش بسوق. يعني انا بتكلم اللي انا شايفه. خلي بالكوا يا جماعه انا مش ساحر، انا يعني لو حضرتك خبره دي لا لا ده يعني عندك خبره وبتعرف يعني من خلال الوش بتعرف تقرا الشخصيه يعني. فانا مش يعني مش لو 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 دريتي الملامح الوجهيه مش هعرف مش هنجم يعني. دي اكتر او ابرز الصفات اللي باينه عليا من خلال وشي. يعني انا شايف قابليه عاليه للتجديد، التجديد اللي هو بحب ابتدي مهام من الاول مش من النص، ما اكملش ورا حد واجرب حاجات جديده واتمنى ان التاسك بتاعي يبقى فيه كل شويه حاجات متغيره وحاجات جديده اعملها كل يوم لاني بزهق من الحاجات المكرره. الروتين. الى اخره. الروتين حضرتك عندك كراهيه فظيعه للروتين بس جداً. مش في مجرد المهام، انت يعني عندك قابليه عاليه كمان انك تحبي المغامره، التغيير، الاثاره، اللي هو نغير عفش البيت ونغير الالوان ونغير ونسافر ونروح ونيجي ده احنا بنسميها حب المغامره. ايه تاني؟ شكلك عايز تقول حاجات وما تخافش. على فكره عادي جدا بتقبل النقد، على فكره ما عنديش مشكله، انا ما بنقدش. وبعدين زي ما انا قلت في الاول، لا يعني زي ما احنا قلنا اكيد كل شخص بالزبط. عنده مميزات وعنده عيوب، ده طبيعي جدا. انا متفقه جدا ومقتنعه جدا وعارفه عيوبي كمان ايه. نزلت بقول هي مش عيوب، هي تحديات. هي تحديات للشخصيه والانسان ممكن يتغلب عليها بقدر من الادراك الواعي. انما خلي بالي ان السلوك ده في المكان ده الناس بتتضايق منه، هحاول اسيطر على نفسي فيه، هخرج بره دايره الراحه بتاعتي شويه طول ما انا في المكان ده. زي اي حد بيروح يعمل انترفيو بالمناسبه او حد رايح يخطب واحده او كده، دايما بيبقى بره دايره الراحه وعامل نفسه ان انا كويس جدا وظريف وبعرف اهزر وانا كريم وانا، والواقع مش كده.